تعتبر جزر الجارم الواقعة في شمال البحرين ملاذا للطيور البحرية التي تتكاثر تحت وهيج شمسها في كل عام. أكثر من 20 زوجا من بلشون الصخر تبني أعشاشا فوق أغصان الشجيرات مع قدوم فصل الربيع. خلال فصل الصيف تستقطب جزر الجارم قرابة 350 زوجا من طيور خطاف البحر الأسحم التي تشيد أعشاشها تحت ظلال الشجيرات والصخور. وعلى الجزيرة المجاورة يشيد 750 زوجا من طيور خطاف البحر أبيض الخد أعشاشها على الرغم من حرارة الصيف الملتهبة. خطاف البحر المتوج الصغير هو الأكثر تواجداً على تلك الجزر، حيث يشيد حوالي 5000 زوجاً منه مستعمرات ضخمة على هيئة حفر متجاورة. على امتداد 7 أعوام شارك خلالها أعضاء بايو بحرين ضمن فريق مشروع تحجيل الطيور البحرية على جزر الجارم الذي يشرف عليه خبير الطيور البروفيسور برندن كافانغ. لاحظنا زيادة تلاها ثبات في أعداد الطيور البحرية التي تتكاثر على تلك الجزر. إلا أنه خلال الزيارة التي قمنا بها لجزر الجارم خلال شهر يوليو 2016 لفت انتباهنا تغير ملحوظ في حجم مستعمرات تكاثر الطيور البحرية، وهو الأمر الذي عرضناه لاحقا على البروفيسور برندن كافانغ. Last year we would have had about 5,000 pairs here, but this year it seems to be a little bit lower. I think it's down to maybe 2,000 or 3,000 pairs. But also the bridal terns, which were about 350 pairs, they seem to be down to maybe 200 pairs. في عالم الطيور، انخفاض كهذا في أعداد الطيور البالغة يعتبر حادا ويقرع ناقوس الخطر حول العوامل التي تقف وراءه. So there's obviously been some decline or something happening here that we're not sure about. تهاجر طيور خطاف البحر سنويا من المحيط الهندي قاصدة جزر الجارم لتتكاثر تحت وهيج شمس صيفها كونها جزرا معزولة عن الحيوانات المفترسة والتجمعات البشرية. لذلك نأمل من جميع مرتادي جزر الجارم الأعزاء مراعاة حساسية مستعمرات تكاثر هذه الطيور تجاه الضغوط الناتجة عن الإزعاج البشري. فبتكاتف جهودنا جميعا
نستطيع أن نحمي هذه الطيور الجميلة لتبقى شاهدة على التنوع البيولوجي المميز في وطننا الغالي البحرين.